السنة الماضية كان حضورك حلو بدور بتصور، يعني كان متوقع بالنسبة لك وردة شامية ياخذ هذا، وردة شامية ياخذ هذا الصدى عند الناس؟ كان يعني كنتي حاسة انه حيصير هيك؟ ايه اكيد اكيد، لانه المادة بالنسبة للناس رح تكون جديدة، وانه مادة مسلسل بيئة شامية بس بطولة نسائية، وهذا اللي رير يعني نادرا لحتى يصير، وقتل يعني في شيء جديد، تسفيح، في شيء جديد كتير بالنسبة مسيا. للناس. لشكرا مرتجع، اكيد اكيد، الله شكورة. يسعد مساها يا رب. كيف كانت العلاقة بينك وبين شكران بكواليس تصوير هذا المسلسل؟ كان في تفاهم أم كان في حياد أم كان في كيف كانت العلاقة بين الشخصيتين اللي كل الوقت مع بعض عم يعني؟ لا، كان التواصل بيناتنا ممتاز، يعني كان كتير التواصل بيناتنا ممتاز، كان في رواق بالشغل، كنا مبسوطين يعني، مع انه كنا عم نصور بأسوأ طقس، يعني طول المسلسل نحن صورنا بكل العواصف اللي اجت بهديك السنة، بالبرد. اي بالبرد، بس كنا كتير، كان في تواصل كتير جيد بيناتنا نحن كشركاء بهدول الادوار، وهيك كنا عم ناخد ونعطي، عارف. ترددتي قبل ما تقبلي الشخصية؟ لا، هو المشروع أصلاً يعني أنا مو يعني من بداية المشروع، نحن لما كنا عم نصور خاتون اقترحت الفكرة، تامر اقترح الفكرة، تامر إسحاق مخرج سلم عليك الأعمال كمان. بنسلم عليه، اقترح الفكرة إنه ليش ما بنعمل مثل ريا وسكينة، يعني بنعمل هي التركيبة، وهي أكيد تركيبة ربحانة عند العالم 100%. وكان بقى في مراحل كتابة النص وهيك أكيد يعني، بس أنا بقول لك إيه، ممكن يعني مثلا من شو تخوفت بالبداية، إنه أنا ما كنت متوقعة إني بلاقي حالي بهذا النوع من الأدوار وبهذا النوع من الأعمال إجمالا، حتى بخاتون يعني، من البداية حتى بخاتون أنا ما كنت متوقعة إنه أنا أستمتع بالشخصية بهي الطريقة، أو إنه لاقي حالي داخلة بهذا النسيج ضابطة بقلبه، لأنه كل الوقت كنت حس إنه أنا ما بزبط ضمن هذا النسيج على الأغلب يعني. لقيت حالي إنه لا، لما بيكون في موضوع جديد أو في شخصية جديدة أو في شيء حلو بالشخصية تنجز بيلو وبالتالي بتندمجي. تماما، فبندمج وبصير من ضمن النسيج وبتمتع يعني. ليش ما صار في جزء ثاني؟ من وردة شامية مع انه انحكى كثير عن الموضوع. الموضوع ما يعني ما زال قيد البحث يعني، نحن بس اللي معطلنا هو النص، انه جهوزية النص، انه نحاول الجزء الثاني يعني تتوفر فيه عناصر بالنسبة للمشاهد ما توقع الجزء الأول. علما انه خليني اقول فريق المسلسل او ابطاله ما عدا الفنان شكرا مرتجى تعاقدتوا يمكن على الحرم لك صحيح، حضرتك واستاذ سلوم حداد والمخرج تامر هلا اسحاق، ما بعرف اذا الاستاذ سلوم اتفق معهم، بس كان في بس كان في ايه، حديث هو كان حول من الموضوع. الاسماء المقترحة، بس ما بعرف بعدين شو صار، لسه الادوار. يعني اذا يعني الاكيد انه انت بالحرم لك، اي تامر انا مو اسحاق اي اكيد بالحرم انا لك، ممكن وقعت، ترجعوا بقى تعملوا جزء تاني من وردة شامية ولا؟ اي ممكن طبعا، ممكن بعد ما يعني ما بالضرورة ينعمل لهذا الرمضان، ممكن تمام ينعمل لرمضان اللي بعده.